يعطيكم العافية. اليوم رح نحكي عن الباسيف فويس. موضوع الباسيف مش موضوع جديد، اوريدي بتعرفوه، فخلينا نبلش بالجملة الأولى. The boy watches the stars. بالنسبة للجملة مبينة أقسامها، في عنا the boy subject watches the verb and the stars object. الجملة الثانية my mom waters the flowers. My mom subject waters the verb and the flowers object. هلا شو اللي بتفرق جملة الأكتف عن الباسيف؟ الأكتف بيكون القام بالفعل معلوم، الذي قام بالفعل معلوم وموجود في مكانه الصحيح. وين مكانه الصحيح؟ في بداية الجملة، في بداية الكلام. إذا in an active voice sentence a subject does an action that affects an object. هلا شو تعريف الأوبجكت أو المفعول به؟ هو ما وقع عليه فعل الفاعل. هلا فعل المشاهدة وقع على الستارز النجوم، والواترينج ذا بلانتس وقع على ذا فلاورز اللي هي بالجملة هاي. So أول معلومة المفروض keep it in your mind that في جملة الأكتف لازم يكون في عندي الفاعل موجود ومعلوم. أوكي هلا مثلا is each verb active or passive؟ بطلع ask yourself is the subject doing or action or is the subject receiving the action. هلا مثلا Claudia prepares dinner، مين اللي بحضر الدينر؟ كلوديا. إذن هي اللي قامت بالفعل. كلوديا was reading a book. مين اللي كان بيقرأ؟ برضو كلوديا. كلوديا will see her friends. رح تشوف أصحابها في الملتقى. إذن مين اللي بيقوم بالفعل؟ كلوديا. كلوديا is writing a letter. مين اللي بكتب؟ برضو كلوديا. إذن هون السؤال اللي دائما يعني هو أصلا الفورم تاع الباسيف فويس واضح بيكون، لأنه راح يكون في verb to be وفي verb 3. بس مثل ما حكينا الباسيف فويس اللي بيميزه وجود السبجكت اللي هو القام بالفعل وبيكون في في مكانه اللي هو in the beginning of a sentence. هلا المطلوب منا بهاي الوحدة إنه راح نحكي عن السيمبل بريزنت باسيف وعن السيمبل باست باسيف وعن السيمبل فيوتشر باسيف. هلا هم نفس الحكي، يعني منقسم الجملة مثل ما احنا بنعرف، ناخد الأوبجكت منحطه بالأول، بدنا نختار اشي من الفيرب تو بي. في حال كانت الجملة سيمبل بريزنت رح نختار is am are. طبعا اختيارهم بيكون حسب الأوبجكت لأنه هو صار هلأ السبجكت، بعدين بنستخدم الفيرب 3 وبنكمل الجملة. في حال كانت الجملة past نفس الاشي، بس بدل is am are رح استخدم was where. في حالة الفيوتشر مثلا وجود will، الاشي الوحيد الجديد اني انا رح اضطر استخدم be. يعني مثلا will plus be plus الverb 3. هلا هون عبارة عن مراجعة، يعني simple present شو بيكون بالجملة؟ the first form of the verb زي I am a teacher, he is a teacher, they are teachers, he teaches English. اذا هون اذا طلعنا على الفعل كله هو الverb 1. هلا simple past زي ما احنا شايفين I was a teacher, he was a teacher, they were teachers, he taught English, they taught English. اذا الزمن الموجود هو second form of the verb. اخر شيء بالنسبة للwill بتكون في عندي I will be a teacher, he will be a teacher, he will teach English. كلهم عبارة عن will plus الverb first form of the verb أو نسميه base form. تمام. هلا كيف طريقة الحل؟ بتكون كالتالي Ram killed Raven. Ram subject هو اللي قام بالفعل، killed الverb، Raven اللي هو المفعول به الobject. هلا منحط Raven at the beginning بتصير Raven. الجملة زمنها ماضي، إذن الخيارات قدامي was أو where. بما أنه raven مفرد بنستخدم was. بعدين بدي تصريف الثالث للفعل الرئيسي killed اللي هو killed، وأكيد by معنى بواسطة raven أو sorry by ram اللي هو subject، فبتصير جملة بالpassive raven was killed by ram. هلا الإشي المعروف أنه by optional بتقدر تستخدمها أو لا، لأنه الغرض من الpassive أنه يا إما أنا ما بدي أحكي الفاعل نظراً لقلة الأهمية، أو أنا أصلاً ما بعرف مين الفاعل. So بجمل الأكتف بيكون what subject does، التركيز على السبجكت، بينما بالباسيف هو بيكون التركيز على الأكشن، على الحدث أكثر من الفاعل. أوكي إذا كانت الجملة
بالفيوتشر زي girl will click selfie. Very easy. تقسيم الجملة girl subject will helping verb click المين verb selfie object selfie رح يكون بالأول بتصير selfie بعدين will رح تنزل مثل ما هي selfie will حكينا الاشي اللي لازم نزيده اللي هو be فبتصير selfie will be والتصريف الثالث من click بمعنى يلتقط اللي هي clicked فالسيلفي will be clicked by girl نفس الشيء تحت girls will click selfie selfie will be clicked by girls الفرق بين الجملة الأولى والثانية أنه مرة استخدم subject singular مفرد وتحت girls كان جمع هون سواء كان مفرد أو جمع ما بيأثر على جملتنا اللي بيأثر هو الobject لأنه إذا طلعنا على ثلاث girls will click selfies فالسيلفز will be clicked by girls برضو doesn't affect لأنه will هي ما بتتأثر بالمفرد والجمع بعكس التنسز التانيين okay let's see another sentence the professor teaches the student the professor subject teaches simple present the students مفعول به object أكيد الobject رح ينزل the students بما إنها جملة مضارع الخيارات قدامي is am are بما إنه students جمع فرح تكون are والتصريف الثالث من teaches هو taught فبتصير the students are taught by the professor okay here we have the cat drank the milk the cat Subject, drank, the verb, the milk is the object. So, the milk was drunk by the cat. So, this is our class for today. Simple, passive, موضوع مش جديد, موضوع مكرر من السنة الماضية بالعاشر. ورجعنا عدنا بالوحدة الأولى بالأول ثانوي. وهلأ رح يعني رجعنا زدنا عليه, احنا ما زدنا عليه, هو أشياء أوردي صرنا نعرفها. في حالة simple present الobject بينزل أول خيارات is am are plus الverb 3 بنكمل الجملة في حالة الماضي بننزل الobject at the beginning بعدين بيكون في عندي was or were plus الverb 3 بنكمل الجملة في حال كان future نفس الشيء الobject بعدين بنستخدم will لأنها هي من دلالات المستقبل plus be هي هاي الإشي الوحيد الجديد يعني will be زائد الverb 3 وبنكمل الجملة ويعطيكم العافية